الكتب الخارجية احنا يعني عندنا سنتر لتدريس الطلاب دروس خاصة، فأحيانا بيجينا كتب هدايا من المكتبة أو من الناشرين يعني. هل يجوز برضو التصرف في هذه الكتب يعني بأي طريق مثلا؟ عفوا، هو أهداها لكم شخصيا كإدارة مركز أو للمدرسين أم قال هدايا للطلاب؟ لا، أهداها لنا كإدارة سنتر يعني عشان نوزعها على المدرسين عشان يختاروا الكتاب بتاعه كرعاية برضو. كما اشترط عليك نفذ اشتراطه. هو لم يشترط يعني، أنا عايز كتاب قل لكم، عايز اثنين تاني، عايز لأختي، عايز يعطيني العدد المطلوب يعني. خلاص، وعنده يعني ساعة أنه هو يأتي مثلا الشركة أعطيها له مساحة يتحرك فيها في إهداء هذه الكتب، مكتوب عليها مجانا طبعا. خلاص، إذا قال مجانا خلاص، إذا لم يقيدك أنت منطلق. لا، أنا حر التصرف فيها يعني. ما هو إذا أهدى لي هدية خلاص أصبحت ملكة لي. هدية أنا مثلا ممكن تهديها؟ لا بأس، لكن بيع لا. لا أستطيع أن أقول بيع لا، لأنه يجوز للشخص أن يبيع الهدية إلا إذا كان هو كاتب عليها توزع مجانا، فحينئذ لا نخالفه، لكن يجوز للشخص الذي أهديت إليه هدية أن يبيعها. بارك الله فيك مولانا ونفعنا وإياك. إياك ما إياك.